بعد قليل ننتقل إلى هذا النقل المباشر متابعينا الكرام. بعد وصول رئيس الجمهورية إلى قصر الشعب بمناسبة ذكرى 5 جويلية عيد الاستقلال، إن سيشرف على تقليد الرتب وإصداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي. إذن متابعينا الأكارم، تابعتم معنا مشاهدينا الأكارم لحظة وصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى قصر الشعب لإشرافه على تقليد الرتب وإزداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي. سنعود للنقاش متابعينا الأكارم ريث وصول الصور لهذه العملية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية وهي تقليد الرتب وإزداء الأوسمة. نعود لك مالك. نعم، شكرا لك بلال، عودة إليكم.